بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة جديدة ولقاءات جديدة من لقاءات الجولة التاسعة وافتتاحيات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام لكرة القدم موسم 2012-2013 في نسختها 21 لقاء يجمع بين الجارين والديربي الثالث للحالمة تعز بين فريقي الطليعة صاحب الأرض والجمهور وضيفه الرشيد وهما جاران. وهذا هو الديربي الثالث بعد أن تعادل يوم الاثنين أول الاثنين الماضي فريق الصقر مع جاره الرشيد. صافرة الحكم مختار صالح ابتداء هذا اللقاء. وتشكيلة فريق الطليعة مروان عبد الوارث حميدو كرم رياض محمد فتحي عبد القادر الواعدي زكريا ماهيوب إبراهيم السريحي وليد عطية إمبو عماد منصور ناصر أحمد ناصر. هذه كرة مع أكرم العاقل تروح إلى إمبو في المنتصف مقطوعة من حسام الإغواني الذي يعود للتشكيلة بعد إصابته في المباراة الماضية. جلال وإمبو الكرة مع إمبو عيد كرة للخارج ناحية كرم رياض المنتقل لفريق الطليعة من فريق التلال ناحية وليد عطية. حميدو يلعب كرة طويلة لكن أوتيس وهنا زكريا مهيوب لكن أقرب لدفاعات فريق الرشيد من ياسر الجمال. تروح مرة أخرى إلى ناصر الذي يحل أساسيا في هذا اللقاء ولم يشارك في اللقاء الماضي. تشكيلة فريق الرشيد عصام عبد القاسم ياسر الجمال أوتيس محمد الجزيرة أوكيزي كرم أكرم العاقل عمران المشولي عادل رقب المحترف المصري عبد الله يسلم جلال عبد الله وحسام الأغمني. هذه تشكيلة الفريق وضع عماد منصور لكن تطول الكرة على إلى خارج أرضية الملعب. إذن الدقيقة الأولى أعزائي المشاهدين أينما كنتم من أحداث هذا اللقاء الذي يجمع الجاران الطليعة وفريق الرشيد في افتتاحية الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام لكرة القدم. الكرة إلى خارج أرضية الملعب ورمي التماس لمصلحة فريق الرشيد. إذا فريق الرشيد يعتمد في شاكلته على طريقة 4-4-2 بينما الطليعة 3-5-2 تكثيف خط المنتصف عادل رقب المحترف المصري لكن انقطع من كرم رياض عماد منصور صاحب هدفين. تروح إلى ناصر ناصر وحكم اللقاء مختار صالح يساعده حمود المقفسي وقولان محمد علي مهدي راشد رابعا خالد اليماني مراقبا إداريا محمد مجاهد مراقبا فنيا ومحمد عبد الواسع الأصبحي مراقبا من فرع تعز. هذه التشكيلة الفنية لهذا اللقاء. يدخل الطليعة هذا اللقاء صاحب الأرض والجمهور ولديه 7 نقاط حصدها من فوز وحيد كان على العروبة هنا على ملعب الشهداء 3 تعادلات كانت أمام شعب حضرموت ووحدة عدن والصقر وأيضا 4 هزائم كانت أمام وحدة صنعاء وأيضا وأهلي صنعاء والهلال وشعب إب. هذه هي خسائر فريق الطليعة له 8 أهداف وعليه 12 هدف له من النقاط 7. الرشيد صاحب الرصيد الأفضل يدخل ونقاطه 11 نقطة فاز في 3 أمام أهلي صنعاء وأيضا وحدة صنعاء وفريق الاتحاد تعادل في 2 مباراة أمام التلال والصقر وخسر 3 لقاءات أمام شعب حضرموت والعروبة واليرموك له 7 أهداف وعليه 7 أهداف ونقاطه 11. تلعب الكرة من حميدو صاحب هدف جميل أمام شعب إب في الجولة الماضية والذي استطاع أن يقلب النتيجة من خسارة في الشوط الأول إلى فوز. هذه كرة إلى الرواعدي يغير ناحية المنتصف بالرأس من إمبو كرم ناحية إمبو لكن مقطوعة من أكرم العاقل تروح إلى جلال مقطوعة من كرم إلى خارج أرضية الملعب. إذن الفريقين بدأ منذ الدقائق الأولى محاولة لتسجيل هدف مبكر يريح أعصاب الجماهير. وإذا ما حدث التعادل سيكون التعادل الثالث بين أندية الحالمة وستكون فرق الحالمة قد خسرت 4 نقاط من لقاءات الفرق وهو رصيد تندم عليه فرق الحالمة فيما تبقى من مباريات. الكرة تعود للخلف ناحية حميدو ضغط من عادل رقب تروح إلى كرم رياض جهة الشمال جهة كرم أمام السريحي كرم أمام السريحي لكن يلعب كرة ناحية زكريا زكريا تطول الكرة عليه وتروح إلى خارج الملعب ركلة مرمى. إذن 4 دقائق مرت من أحداث الشوط الأول. أعزائي المشاهدين أينما كنتم تتابعون قناة معين الناقل الحصري لمسابقة الدوري العام لكرة القدم ل4 مواسم قادمة إلى خارج أرضية الملعب. وهنا إصابة لناصر إصابة للاعب الطليعة ناصر نتمنى السلامة. طبعا يقود فريق الطليعة في هذا اللقاء المدرب المعروف فيصل أسعد مساعد مدرب منتخب الناشئين ومنتخب الأمل وقاد العديد من الفرق منها الرشيد وأيضا أهلي تعز
وهو اليوم يقود فريق الطليعة وهو بيته الأول، وهو أحد أبناء نادي الطليعة ولاعب المنتخب الوطني وما أكثر المدربين الذين تم الاستغناء عنهم خلال رحلة الذهاب ونحن في الجولة التاسعة. هذه كرة لكن طويلة وتروح إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمصلحة فريق الطليعة. إذن إصابة، نتمنى السلامة للاعب ناصر أحمد ناصر، وأول تغيير اضطراري طبعا لإصابة مهاجم الطليعة ناصر. على الجانب الآخر يقود مساعد المدرب ناصر صالح فريق الرشيد نظرا للعقوبة التي وقعت على مدرب فريق الرشيد بعشر مباريات نظرا للسلوك الذي أحدثه أمام مباراة الاتحاد. هذه كرة من عماد منصور، زكريا وانتو جميلة، يحاول يتوغل لكن مقطوعة وتروح إلى خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة فريق الطليعة. إبراهيم السريحي وأمامه عماد منصور تلعب، أكرم العاقل بالرأس، أوكيزي يعود لمساندة الدفاع، تروح إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس لمصلحة فريق الطليعة. لم يلتقي الفريقان أعزائي المشاهدين طوال مسيرتهما في الدوري العام لكرة القدم. الطليعة صاحب المشاركة رقم 9 في مسابقة الدوري العام لكرة القدم، الرشيد المشاركة السادسة له، لم يلتقيان قط من قبل في مسابقة الدوري العام لكرة القدم، وهذه هي اللقاء الأول بينهما حتى في دورة الفقيد أحمد هايل بالبطولة التنشيطية. تعادل الفريقان، هذه كرة من إمبو لكن تروح إلى خارج الملعب، وركلة ركلة ركنية هي الأولى لفريق الطليعة على يمين الحارس عصام عبد الوارث، ركلة ركنية أولى. الرشيد يريد 3 نقاط لإضافة إلى رصيده، الطليعة يريد مصالحة الجماهير وتحسين رصيده النقاطي 7 نقاط من 8 مباريات سابقة، وهذه هي الجولة التاسعة. إمبو مختار صالح الحكم الدولي موجها لمادة التربية الإنجليزية هناك في العاصمة صنعاء وأحد حكام النخبة في دوري الدرجة الأولى يقود هذه المباراة، وهي المباراة الثالثة الذي يقودها في مسابقة الدوري العام لكرة القدم. إمبو على التنفيذ، إمبو يلعب كرة لكن تنقطع من ياسر الجمال وتروح إلى حسام الإغواني، تنقطع زكريا مهيوب لكن خطأ وفاول لمصلحة زكريا مهيوب في منتصف ملعب الرشيد. مدرب الطليعة يوجه فريقه من خارج أسوار دكة البدلاء نظرا للعقوبة التي فرضها عليها الاتحاد. أما مدرب الطليعة فلعدم وصول البطاقة لأنه حل بديلا للمدرب السابق عبد الله الكاتب، وهو ثالث مدرب يقود الطليعة. هذا الموسم هذه تتعلق كرة داخل منطقة الجزاء لكن مقطوعة بالرأس تصل لعادل رقب، وأمامه كرم رياض خطأ لمصلحة عادل رقب المحترف المصري صاحب هدفين، تروح إلى أكرم العاقل، تنقطع من إمبو مرة أخرى. ياسر الجمال، حسام الإغواني لاعب خط المنتصف ومن اللاعبين الذين برزوا خلال هذا الموسم، سجل هدف، يا سلام عليك، يلعب كرة لكن تروح إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس لمصلحة فريق الطليعة. إذن التغيير الأول وهو تغيير اضطراري، خروج ناصر أحمد ناصر ودخول عمر عبد العزيز. عمر عبد العزيز هو التغيير الأول والاضطراري لمدرب الطليعة، المدرب فيصل أسعد الذي يقود الفريق هذا في هذا اللقاء، ونحن نحن في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام لكرة القدم. بدأ الطليعة استجدته بالمدرب نبيل مكرم، ثم تولى المهمة المدرب عبد الله الكاتب، وها هو المدرب فيصل أسعد يتولى المهمة ونحن في الأسبوع التاسع. طبعا أول مدرب تم الاستغناء عنه كان مدرب محمد اليونيد مدرب أهل صنعاء بعد الجولة الأولى وهزيمته من الرشيد. هذه كرة وخطأ لمصلحة فريق الطليعة على يمين الحارس عصام ولمصلحة عماد منصور صاحب هدفين في هذا الموسم و12 هدف سجلهما خلال الموسم الماضي وهو هداف فريق الطليعة. المدرب الثاني اللي تم الإطاحته خلال جولات الدوري كان مدرب الصقر طارق سليمان وحل بديلا عنه مروان الأحلي، وها هو مدرب الطليعة فيصل أسعد يكون ثالث مدرب وهو من لاعبي المنتخب الوطني سابقا. الكرة من لاعب الطليعة وليد عطية، وليد يلعب كرة داخل منطقة الجزاء لكن أوتيس أطول لاعبي الفريقين
بالرأس إلى خارج أرضية الملعب. ونحن الآن الدقيقة 11 أعزائي المشاهدين أينما كنتم، وما تزال النتيجة تعادل سلبي في هذا اللقاء الذي يجمع الجاران الطليعة والرشيد في افتتاحية الجولة 9. عبد الله يسلم، لم نشاهد كثيرا خلال 10 دقائق الماضية، وهذا عاد الرقم كرة طويلة تروح إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس، أجواء جميلة طبعا بعد هطول الأمطار الخفيفة على مدينة تعز واليمن عامة، تشهد أمطار غزيرة أدت بحياة بعض المواطنين هناك في حضرموت. نتمنى لأسر الشهداء السلامة وللشهيد الرحمة ولأسرته خالص العزاء أكرم العاقل حسام الإغواني، أكرم العاقل للخلف حسام الإغواني، تناقلات جميلة وهذه كرات لكن سهلة في يد الحارس مروان عبد الوارث، والذي يحل بديلا لشكري داهية. أوكيزي يقطع كرة ناحية عمران المشولي، أوكيزي في المنتصف ناحية تنقطع مرة أخرى عبد القادر الرواعدي، زكريا لكن تطول على زكريا تروح إلى عمران المشولي ناحية حسام الإغواني، عبد الله يسلم، عبد عادل رقب لكن مقطوعة من دفاعة الطليعة، مرة أخرى في المنتصف، لعب محصور في منتصف الملعب، لا خطورة على كلا المرميين خلال الدقائق الماضية. هذه كرة تتعلى داخل منطقة الجزاء، عادل رقب تقلل الكرة منه تروح إلى خارج أرضية الملعب، وأول عكسية تشكل بعض الخطورة على لاعبي فريق الطليعة. جماهير قليلة تحضر هذا اللقاء لمؤازرة الفريقين، ونحن في الجولة 9 من مسابقة الدوري العام، الرشيد في المركز السادس، الطليعة في المركز 13 وقبل الأخير، وهو مركز لا يليق نظرا للاستعدادات التي أجراها فريق الطليعة وللصفقات التي أبرمها هذا الموسم مع العديد من اللاعبين، وذلك لتحسين صورة الفريق هذا الموسم. الموسم الماضي كان بالمركز السابع، كرة بالرأس من كرم رياض، مرة أخرى تصل إلى حسام الإغواني ناحية جلال، جلال تطول الكرة على جلال تروح إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس لمصلحة فريق الطليعة. 13 دقيقة أعزائي المشاهدين أينما كنتم من أحداث الشوط الأول، وما تزال النتيجة تعادل سلبي بين الفريقين، وإذا ما حدث التعادل سيكون التعادل الثالث بين أندية الحالمة بعد تعادل الصقر والرشيد، وأيضا الصقر والطليعة في مباراة الديربي الثلاث، كرم ناحية عماد وأمامه أوتيس، والكرة تطول إلى خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة فريق الرشيد، أوتيس المحترف النيجيري في صفوف الرشيد، والرشيد يقدم موسما إلى ملائما لإمكانياته، 11 نقطة جمعها، رصيد معقول، يتصدر فرق الدوري فريق شعب حضرموت برصيد 17 نقطة. هذه كرة إلى الجزيرة، يعلي كرة داخل منطقة الجزاء ناحية عبد الله يسلم، لكن تايه عبد الله يسلم في منطقة جزاء فريق الطليعة، وهو الذي سجل هدفا واحدا هذا الموسم. الكرة تطول تروح إلى عبد القادر الرواعدي لكن إلى خارج أرضية الملعب، ورمي التماس لمصلحة فريق الرشيد بالصدر من حسام الإغواني، الكرة ما زالت في أرضية الملعب تصطاد وتروح إلى ركلة ركنية هي الأولى لمصلحة الرشيد، ركلة بركلة، ركلة ركنية لمصلحة فريق الرشيد، ومساندة هجومية من قلب الدفاع أوتيس لاستغلال عامل الطول. الكرة على يمين الحارس مروان عبد الوارث حارس مرمى الطليعة، وسبق له أن حمى عرين فريق رد الرشيد، تلعب داخل منطقة الجزاء لكن أوكيزي، لكن تسديدة على ثلاث مراحل، أوكيزي يسدد ومروان يتصدى، ومرة أخرى تسديدة ولكن تروح إلى خارج أرضية الملعب، وأول فرصة حقيقية لفريق الرشيد في الربع الساعة الأولى أو الخمسة عشر دقيقة التي انقضت. أعزائي المشاهدين أينما كنتم تتابعون هذا اللقاء عبر قناة معين الرياضية، الرشيد وأول فرصة حقيقية على مرمى الطليعة بالرأس، عادل رقاب كرم إلى إمبو
في الدائرة أوكيزي عبد الله يسلم بالرأس، لكن بالخطأ محمد فتحي جهة اليمين عبد القادر رواعدي عبد القادر وأمامه عمر عبد العزيز يستلم عمر يستلم عمر والكرة ما زالت في عوزة عمر، عمر يعلي كرة لكن تنقطع من أوتيس إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس لمصلحة فريق الطليعة، عبد القادر الرواعدي أدى شوط متميز أمام فريق شعب إب واستطاع صنع العديد من الفرص ومنها أتى الهدف الأول السريع. رمي التماس عبد القادر الرواعدي عبد القادر وأمامه وليد عطية يلعب لوليد عطية مقطوعة من حسام الإغواني، حسام يغير اللعب ناحية جلال عبد الله يستلم كرة جلال عبد الله، جلال يحاول يعدي وأمامه أكرم العاقل يعدي الأكرم العاقل، الكرة ما زالت في أرضية الملعب يلعب كرة بينية جميلة ناحية عبد الله يسلم مقطوعة مقطوعة ودفعة من عبد الله يسلم على مدافع الطليعة أولاي حميد، حميدو يلعب كرة جهة اليمين. ربع ساعة أداء متوسط من كلا الفريقين، شاهدنا فرصة وحيدة لفريق الرشيد على مرمى الطليعة، هذا زكريا يحاول يتخلص من أكثر من لاعب لكن كثرة لاعبي فريق الرشيد تخلص الكرة تروح ناحية عمران، عمران وأمامه حسام الإغواني أنشط لاعبي فريق الرشيد إلى الآن وأكثر استلاما للكرة، تنقطع من حميدو عمر عبد العزيز، حميدو في المنتصف يلعب كرة لكن طويلة على عماد وتروح إلى خارج أرضية الملعب. عصام عبد القاسم حارس مرمى الرشيد، لم نشاهد فرص خلال ما مضى من الوقت أعزائي المشاهدين أينما كنتم حقيقية سوى فرصة واحدة، هنا خطأ على الدائرة وخطأ لمصلحة أوكيزي لاعب منتصف فريق الرشيد وعلى اللاعب زكريا ياسر الجمال على التنفيذ، ياسر يلعب كرة ناحية عبد الله يسلم بالرأس مقطوعة من حميدة أولاي ناحية عمر عبد العزيز تطول على عمر عبد العزيز إلى خارج أرضية الملعب. الدقيقة 18 مشاهدين الكرام أينما كنتم ولمن يتابعنا الآن عبر قناة معين الرياضية، النتيجة ما تزال تعادل سلبي بين الفريقين وهي افتتاحية الجولة 9 لمسابقة الدوري العام لكرة القدم، لعبت حتى الآن 52 مباراة خلال مشوار 8 الجولات الماضية مع تأجيل 4 مباريات، 37 حالة فوز 15 حالة تعادل، سجل 119 هدف بمعدل تهديفي 2.3 في كل مباراة وهو معدل تهديفي جيد. هذه كرة ناحية حسام الإغواني لكن تطول على حسام تروح إلى خارج أرضية الملعب وركلة مرمى لمصلحة فريق الطليعة. يتصدر قائمة الهدافين اللاعب المخضرم علي النونو بأربع أهداف مشاركة مع طارق المشرقي لاعب الوحدة ودانيال لاعب العروبة، يأتي 6 لاعبين بثلاثة أهداف وهناك 21 لاعب بهدفين وأيضا 47 لاعب سجلوا هدف واحد بإجمالي عدد الأهداف 119 هدف. الكرة من أوتيس بالرأس صمام أمان لفريق الرشيد الذي لم يدخل مرماه سوى 7 أهداف خلال 9 جولات، مقطوعة من الجزيرة ناحية عبد الله يسلم، عبد الله يسلم وأمامه عادل رقب، عادل رقب يحاول يلعب كرة أمامه حسام لكن تروح بالخطأ ناحية كرم رياض ناحية الشمال، إبراهيم السريحي الظهير الأيسر لفريق الطليعة، إمبو إمبو في المنتصف ناحية وليد عطية، وليد يمر من الأول بطريقة جميلة وليد وأمامه عمر عبد العزيز يسدد كرة لكن كرة عالية إلى خارج أرضية الملعب. ونمر في الدقيقة 20 أعزائي المشاهدين والنتيجة ما تزال تعادل سلبي بين الفريقين خلال الجولة 9 مسابقة الدوري العام لكرة القدم، وفي نفس اليوم يلتقي التلال مع اليرموك في عدن وشعب حضرموت المتصدر يلاقي أهل صنعاء في أقوى لقاءات هذه الجولة. هذه لعبة اللعب ناحية عبد القادر الظهير الأيمن، عبد القادر تنقطع الكرة منه تروح إلى عمر عبد العزيز، عبد القادر يلعب كرة بينية ناحية عمر بالخطأ من عمر تروح ناحية جلال يعلي كرة ناحية عادل رقب المحترف المصري صاحب هدفين وخطأ لمصلحة عادل رقب. وفي هذه الأثناء يشاركني الأستاذ القدير عبد السلام فارع
تحليلا وتعليقا على هذه المباراة ووصفا، فليتفضل الأستاذ الفاضل. شكرا جزيلا عزيزنا محمد، ومرحبا بكم أيها المشاهدون الأعزاء أينما كنتم عبر هذا النقل والتواصل الجميل لقناة معين الفضائية التي أثرت إلا أن يكون لها حضورا متميزا من خلال الموسم الكروي 2012-2013. طبعا هناك مجهودات مضنية وجبارة تبذل في سبيل هذا النقل، نشكر كل الأجهزة الإدارية والفنية، ونشكر أيضا مخرجنا الجميل جميل القادري الذي يتواجد في ملعب الشهداء والآخرون الذين يتواجدون في باقي الملعب الأخرى. مباراة اليوم كما تابعتم حتى الدقيقة 23 ما زالت نتيجتها سلبية، هذه محاولة لبناء هجمة طلعوية لكن مقطوع الكرة من العاقل أكرم العاقل، والعاقل أيضا يتابع الكرة ويتوغل قرب المناطق المحظورة للطليعة، لكن تتخلص الكرة في اللحظات الأخيرة وتحول إلى ركلة ركنية. قلنا بأن هذا اللقاء يأتي في إطار الأسبوع التاسع من الدوري العام لكرة القدم. أندية تعز ما زالت تعاني من النزيف النقاطي نتيجة لربما عدم التحضير الجيد والإعداد الجيد لهذه الفرق المشاركة، وهي الصقر الرشيد الطليعة، لكن الرشيد يعتلي صدارة أندية تعز ب 11 نقطة حتى الآن. هناك ركلة ركنية لمصلحة الرشيد الذي كان هو الأفضل خلال هذا الشوط، وربما تسفر هذه الركنية عن شيء. فعلا 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 عبد الله يسلم يلدغ الشبكة البيضاء بأول أهداف هذا اللقاء لصالح فريق الرشيد. قلت بأن هذه الكرة ربما تسفر عن شيء ما، وبالفعل استطاع عبد الله يسلم أن يرتقي بطريقة جميلة ورائعة توحي بأن هذا اللاعب مهما ابتعد عن التهديف فإن حاسة التهديف ما زالت متواجدة لديه، وفي أحرق الظروف وأحرق الأوقات يستطيع أن يلدغ الشباك. ركنية أسفرت عن إحراز الهدف الأول لرشيد الحالمة. الرشيد إذا استطاع أن يحافظ على هذا الفوز فلعله قد يتقدم كثيرا إلى الأمام، وهو يتمتع أيضا بقيادة إدارية متميزة وجهاز فني له الكثير من الصولات والجولات. إذا سنترت الكرة الآن، محاولة لبناء هجمة طلعوية لكن الكرة مقطوعة من الرشيد، ومحاولة لإرسال الكرة في الأمام لكن مقطوعة من دفاع الطليعة. الطليعة حينما نشاهد هذا الأداء فإننا نتذكر ذلك الرعيل وذلك الجيل الجميل الذي قدم الكثير من العطاءات في ملاعبنا المستطيلة. نتذكر في خط الدفاع سميح وكامل، وأيضا نتذكر محمد علي شكري، نتذكر المهاجم الجميل جميل قاسم، ومن ثم الجيل الآخر الذي جاء امتدادا لجيل العمالقة. إذا الرشيد كما قلنا يتقدم بهدف عبد الله يسلم. عبد الله يسلم لاعب قناص ويعرف طريقه إلى المرمى. كنا قد اقترحنا على الأخ المخرج الأستاذ جميل القادري بأن تكون خلال هذه المواجهات أن تتبنى القناة استديوهات تحليلية، رحب بالفكرة، والكرة في ملعب القناة وقيادة القناة. عموما رمية جانبية الآن لمصلحة الطليعة المتأخر بهدف مقابل لا شيء حتى الآن. الأعزاء والعزات، هذا الحوار الكروي الذي يدور في ملعب الشهداء، هذا الملعب الذي كان في يوم من الأيام ساحة لتقطيع رؤوس الثوار أصبح ساحة للإبداعات الرياضية والشبابية والثقافية أيضا. هذا اللقاء أيضا يتزامن مع حدث وطني كبير يعيشه أو تعيشه بلادنا. هذه كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن أوتيسي خلص الكرة قبل أن تصل لمهاجمي الطليعة. أكرم رياض يمر الكرة أمامية أقرب لدفاعات الرشيد، كرة في منتصف الملعب. الرشيد استطاع أن يسيطر على هذا اللقاء منذ دقائق الأولى، واستطاع أيضا أن يلعب في منتصف ملعب الطليعة، وقد أسفر هذا الضغط وهذا المد الهجومي عن إحراز هدف جميل عن طريق عبد الله يسلم. هذه تسديدة بعيد ولكن في أحضان حارس الرشيد عصام عبد القاسم. شيء رائع وجميل أن تتزامن هذه المنافسات الكروية في دورينا لكرة القدم مع مؤتمر الحوار الوطني الذي نعلق عليه الكثير من الآمال بإخراج بلادنا إلى شواطئ الأمن والأمان، وأيضا يتزامن مع الإعداد والتحضير للمؤتمر الرياضي الأول الذي ستحتضنه محافظة تعز. الكرة مع السريحي مرة خلفية لأكرم رياض،
مرة أخرى من أكرم للسريحي، لكن يتدخل أكرم العاقل لعادل رقب. عادل رقب محاولة لكن يتعرض لإعاقة. إذا كرم رياض وعادل رقب هو من تعرض للإعاقة في هذه اللحظات، ما زال يعاني من الإصابة. عادل رقب لاعب مصري محترف في صفوف رشيد، أيضا الجهاز الفني لرشيد بقيادة سامح إبراهيم. سامح إبراهيم أثبت بأنه مدرب قدير ومتمكن، والدليل بأنه تفوق على نظرائه وحصد 11 نقطة حتى الآن، وصل إلى النقطة 11، وكان ذلك الوصول نتيجة لعطاءات فنية، عطاءات ميدانية، وحضور أيضا فني وذهني وبدني في الملعب للطاقم الرشيدي لفريق الرشيد. ركلة المرمى تنفذ للطليعة وتنقطع تعود لعبد الله يسلم صاحب هدف السبق في هذا اللقاء. تروح الكرة أيضا للرواعدي عبد القادر الرواعدي، ظهير قشاش في صفوف الطليعة، واللاعب له الكثير من الخبرة والكثير من الحنكة الكروية داخل ملعبنا المستطيلة، لكن الكرة تحول إلى رمية جانبية ولمصلحة الطليعة أيضا. نحن الآن على مشارف الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، قريبون من الدقيقة 30، و الطليعة سيحاول تعديل النتيجة، لكن يبدو بأن كل المنافذ مغلقة أمامه نتيجة لذلك التناغم الجميل في خط الرشيد الدفاعي. وكانت الدقائق الأولى قد شهدت أيضا عديد الفرص لكلا الفريقين، كان أهمها وأخطرها للرشيد الذي جسد تلك الفرص بهدف جميل أحرزه عبد الله يسلم من راسية، كرة أمامية داخل منطقة جزاء الرشيد لكن تخلص، ومتابعة للكرة ما بين يسلم والسريحي. السريحي يرسل كرة عرضية لكنها في أحضان حارس الرشيد عصام عبد القاسم. عصام يرسلها بيده طويلة باتجاه العاقل، لكن الكرة تذهب إلى رمية جانبية، رمية تماس لمصلحة الرشيد. تنفذ رمية التماس باتجاه عبد الله يسلم، لكن كرم رياض يتابع الكرة ويخلصها لتعود مرة أخرى للعاقل الصغير. هناك عاقل آخر باسم في صوت صقر، وهذا العاقل الصغير ينتظره أيضا مستقبل واعد في ملاعبنا المستطيلة. لاعب متفاني، لاعب مجتهد، لاعب يمتلك قدرات كبيرة في الملعب. نفذت الرمية الجانبية باتجاه عماد منصور. عماد منصور وكر وفر ما بين اللاعبين، وما أكثر الرميات الجانبية. كرة تحول إلى رمية جانبية أيضا، رمية جانبية لمصلحة الطليعة. ما زال أسود البوابة الشرقية كما يحلو لي دوما أن أطلق عليهم هذا اللقب عبر الصحافة المقروءة، ما زالوا يغردون بكفاءة متناهية في صدارة الترتيب، وكل ذلك يرجع إلى ما قدمه الفريق من عطاءات منذ الانطلاقة الأولى لمنافسات الدوري العام لكرة القدم. طبعا الجهاز التدريبي للشعب حضرموت المتصدر هو بقيادة خالد بن بريك، الآن خطأ وفاول لمصلحة الطليعة، ومشاورات أيضا عن الكيفية التي سيتم من خلالها التعامل مع هذه الكرة. سينفذ الخطأ والفاول عن طريق إمبو يتهيأ للتنفيذ، وكل لاعبي الفريقين داخل منطقة جزاء الرشيد بهدف التعامل مع هذه الكرة التي ما زال إمبو حيرا في كيفية إرسالها. يرسلها عرضية هوائية داخل منطقة الجزاء، ولكن ببراعة متناهية عصام عبد القاسم يلتقط الكرة ويخلص مرماه. الكرة لم تكن بتلك الخطورة، لكن عصام تعامل معها بمسؤولية متناهية. إذا الأعزاء والعزات، رشيد ما زال يتقدم بهدف السبق، وهذه هجمة عبد الله يسلم، وتذهب الكرة بعيدا عن مرمى مروان عبد الوارث بعد أن ذهبت من عبد الله يسلم وحسام عبد الله
حسام عبد الله محمد الإغواني، لكنها تذهب إلى ركنية وربما تشكل خطر آخر أيضا. الهدف الأول جاء عن طريق ركنية للرشيد، وهذه الركنية الثالثة للرشيد. يا ترى عن ماذا ستسفر الركنية الثالثة؟ الطليعة يعاني من نزيف نقاطي وقد توالى على تدريبه خلال هذا الموسم. نفذت الكرة داخل منطقة الجزاء وزال الخطر وعادت مرة أخرى لعبد الله يسلم صاحب الهدف الأول. تسديدة سريعة كانت من الجزيرة محمد أحمد الجزيرة، لكنها بعيدة عن الأعمدة الثلاثة للمرمى، بعيدة عن مرمى مروان عبد الوارث. خطأ وفاول في منتصف ملعب الرشيد. الرشيد طبعا حينما نتحدث عن نجوم الزمن الجميل ليس هناك من نجم بمكانة وحجم الدكتور وليد بش وربما عبد الرقيب العديني، لكن الطلعة أنتج لنا وأفرز الكثير من النجوم في مقدمتهم من الجيل الجميل. الكرة هوائية داخل منطقة الجزاء وخطيرة خطيرة، الله الله الله، لكن الكرة تتخلص وتتحول بعد أن تدخل معها الحارس عصام عبد القاسم. تحولت إلى رمية جانبية. قلنا الطليعة قدم كثير من النجوم وهذا الملعب أيضا. أنت يا سلام، كرة هوائية داخل منطقة الجزاء وكانت خطيرة أيضا على مرمى مروان، لكن يخلصها الدفاع في اللحظات المناسبة ليبني منها هجمة جديدة عن طريق الجزيرة. حسام الإغواني معاه، حسام يعيدها خلفية للجزيرة أيضا، والتحضير في بناء الهجمات يشوبه نوع من التأخير أو ربما البطء الشديد، لكن الكرة وصلت الآن إلى المناطق المحظورة للطليعة وهناك محاولات دؤوبة من دفاع الطليعة لتخليص كل كرة تصل إلى صندوق العمليات كما يقولون. رمية جانبية الآن للطليعة. تقريبا أكبر وأفضل إنجاز لكل الفريقين أنهما وصلا إلى المحطة النهائية في كأس رئيس الجمهورية، وأيضا الطليعة وصل إلى محطة الوصافة أو مركز الوصيف حينما تمكن الإمبراطور أهلي صنعاء من خطف البطولة في العام 2008-2010 تقريبا. إذن في العام 99 كانت البطولة الأهلاوية للإمبراطور أهلي صنعاء، أما الوصافة فكانت للطليعة. لكن الطليعة كما قلنا أنتج لنا الكثير من نجوم كرة القدم، نتذكر آخرهم نوف الأمين وأسعد محمد عبده، وهذا السريحي يقود هجمة لكن تتخلص في اللحظات المناسبة، وما زال السريحي مصرا على استخلاص الكرة. إمبو مع الكرة تعود رشيدية عن طريق العاقل أكرم لعبد الله يسلم وعطية محمد عطية أو كرم رياض هو من يخلص الكرة اللي تعود مرة أخرى للرشيد. أمامية باتجاه عبد الله يسلم ومتابعة أيضا من متابعة من دفاع ال إذن الأعزاء والعزات، ما زال رشيد الحالمة متقدما على جاري الطليعة بهدف مقابل لا شيء، وكما أسلفنا جاء الهدف برأسية جميلة ورائعة من عبد الله يسلم الذي يبدو بأن شهيته ستنفتح كثيرا ابتداء من هذه المحطة، محطة الإخوة أو الجيران. عماد منصور يتابع الكرة لعله قد يأتي بهدف التعديل، لكن كل محاولات الطليعة حتى الآن لم تسفر عن شيء. الكرة في منتصف الملعب، حميدو مع الكرة، طبعا ما زالت النتيجة كما أسلفنا أيها الأعزاء والعزيزات، ما زالت النتيجة هي تقدم الرشيد بهدف مقابل لا شيء، وما زلنا أيضا في انتظار النتائج الأخرى من بقية الملاعب الأخرى. التلال واليرموك وشعب حضرموت وأهلي صنعاء. إذا لقاء شعب حضرموت وأهلي صنعاء هو من سيحدد الفريق الذي قد عقد العزم على أن يواصل السير صوب منصات التتويج.
هذه كرة بدون عنوان، كرة رشيدية بدون عنوان ومتابعة من الدفاع الطليعة. الأقدمون يعرفون جيدا العطاءات التي بذلت في هذا الملعب والنجوم الذين تخرجوا من هذا الملعب. نتذكر على سبيل المثال الكابتن الكبير ومهندس الكرة اليمنية عبد العزيز القاضي، نتذكر أيضا المهاجم الفذ الراحل عبد الله العسولي، المدافع الصلب أحمد عبد العزيز، نتذكر الموسيقار الجميل في صقور الحالمة علي ناجر. ويشان هذه خطيرة، كانت خطيرة على مرمى مروان عبد الوارث، لكن الكرة تتحول إلى هجمة عكسية لصالح الطليعة، يقودها إبراهيم سريحي، ولكن تتخلص الكرة من المدافع الرشيدي المحترف الأجنبي. هذه محاولة أخرى عن طريق السريحي، مرة أخرى سريحي بشماله لكن تصدم بدفاع الرشيد، وتعود مرة أخرى لإمبو. ليس هناك خطورة تذكر حتى الآن بالنسبة لكل الغزوات الطلعاوية التي نفذت حتى الآن. رشيد شكل أفضلية ملحوظة من خلال الغزوات المتنوعة عبر الأجناب عبر العمق، وأيضا السيطرة على منتصف ملعب الطليعة. كل هذه مقومات ومؤشرات توحي بأن الرشيد عاقد العزم على حصد الثلاث النقاط، لكن الكرة ملاش كبير. هذه محاولة طلعوية وتسديدة جميلة، تسديدة جميلة تلامس القائم الأيسر أو الأيمن لمرمى الرشيد. لو كانت جاءت هذه الكرة في المرمى لتغير حال المباراة ولتغير مسارها بشكل كبير وبشكل ملحوظ. ما زلنا في انتظار النتائج الأخرى من باقي الملاعب الأخرى. الزملاء في زملاء الحرف والكلمة طبعا يبذلون الكثير من الجهد في سبيل التواصل معنا لموافاتنا بالنتائج من هنا وهناك. طبعا وسائلنا الإعلامية المختلفة تواكب هذا الحدث الرياضي، تواكب الدوري العام، لكن النقل الحصري لقناة معين التي كما قلنا ولدت عملاقة منذ اللحظات الأولى حال دون المواكبة الفاعلة وخصوصا للإذاعات المحلية. وفي هذا السياق لابد لنا من الإشارة بأن جمهور الكلمة المسموعة وجمهور الإذاعة يتواصل معنا بشكل دائم لمعرفة إمكانية النقل الإذاعي. سوف لا نحرم هؤلاء في المحطات القادمة إن شاء الله. هناك خطأ وفاول لمصلحة الرشيد، تنفذ الكرة داخل منطقة الجزاء وخطيرة على مرمى الطليعة، لكن تتخلص الكرة في الوقت المناسب. أعتقد ما يتعلق بالمباريات المنقولة من باقي المحافظات لا ينقصها فقط سوى الاستوديوهات التحليلية، ونحن لدينا الكثير من الكفاءات في جانب الإعلام الرياضي، في مجال الإعلام الرياضي، سواء هنا في محافظة تعز أو في محافظة أب أو في محافظة الحديدة أو في صنعاء أو في حضرموت. نتمنى أن تتبنى القناة مثل هكذا خطوات خلال المحطات القادمة حتى نثري المواكبة الإعلامية الرياضية عبر قناتكم قناة معين إن شاء الله عبر المحطات القادمة. هناك لاعب واقع على الأرض من لاعبي الرشيد، وهناك خطأ وفاول كما يشير حكم الساحة مختار صالح. مختار صالح يقود هذا اللقاء ومعيته كل من حمود المقطري، جلولان محمد علي، مهدي راشد، خالد اليماني، محمد مجاهد علي، محمد عبد الواسع الأصبعي، والأخيرين مجاهد علي، محمد مجاهد والأصبعي، كان من أبرز نجوم كرة القدم في ملاعبنا المستطيلة. نتذكر محمد مجاهد كان نجما بارعا في صفوف فريق نادي الصحة ولعب في كل المراكز تقريبا من الحراسة حتى الهجوم. ينفذ الخطأ والفاول لصالح الرشيد، عرضية هوائية داخل منطقة الجزاء لكن يخلصها دفاع الطليعة وتحول إلى رمية جانبية. قلنا محمد مجاهد لعب تقريبا في مختلف المراكز مع نادي الصحة ثم انتقل إلى نادي الزهرة وقدم عطاءات متميزة هناك ضمن كوكبة من أبرز نجوم الزهرة أبرزهم على الإطلاق خالد الناظري. وهذه محاولة الرشيد لكن كرة بشمال الجزيرة دون أن يكون لها أي عنوان. لا أدري ما هو السر الذي جعل جماهيرنا الرياضية تعزف عن حضور مثل هكذا مواجهات، علما بأن المستوى يرتقي من مواجهة إلى أخرى، لكن نتمنى أن يكون القادم أفضل، وكل هذا سينعكس بالتأكيد
على المستوى الرياضي العام لفرقنا الرياضية للمنتخبات الرياضية من الناشئين إلى الأولمبي إلى الشباب، محاولة لقيادة هجمة طلعوية جديدة هناك عبر الجبهة اليسرى عن طريق القادر الرواعدي معذرة، لكن تخلص الكرة وتعود لصالح الرشيد. اللغواني تقريبا من الشباب الواعدين في الرشيد، هو امتداد لوالدي عبد الله اللغواني الذي كان يلعب لنادي الصقر، إضافة لأحمد اللغواني في ذلك الزمن الجميل الذي كان فيه الصقر يحلق عاليا وبإمكانيات شحيحة وشحيحة للغاية. الإصابات كثرت في هذا اللقاء، ولكن رجال الطب الرياضي رجال الهلال الأحمر يطلعون بواجباتهم على خير ما يرام. كنا نتمنى أيضا أن يكون هناك حضور للطب